السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم دليلة كويزين مع فيديو جديد ووصفة جديدة. نتمنى تكونوا بألف خير وأحوال طيبة وعواشر مباركة إن شاء الله بالصحة والسلامة وزيادة الرزق يا ربي آمين. وصفة اليوم بغيت نشاركها معكم هي وصفة اقتصادية، هي البريوات بالبطاطا والطون. يعني وصفة سهلة وما غتحتاجش بزاف ديال المقادير، نتمنى أنها تعجبكم ونخليكم مع المقادير. هنا عندي بطاطا مسلوقه، سلقتها مع شويه ديال الملحه، من بعد درتها هنايا و يعني نتوما طحنوها ولا شوف شنو ديروا، المهم مع شويه ديال الزبده. دابا غادي نضيف ليها الملحه والبزار. الملح زدو على القياس باش ما تجيش مالحه بزاف، لان البطاطا راه ديجا سلقناها مع الملحه. شويه ديال البزار، بعد نضيف ليها الزيتون مقطع والبصله، هنا عندي هذه البصله، هذا اللي عنده الخضاريه ديال الخضاريه كتكون زوينه يعني وكتكون تبنينه. من بعد غادي نضيف عليها الطون، على حسب اللي بغى الطون ولا حتى الصدر ديال الدجاج كيجي معاه روعه، كيجي زوين معاها، والملحوت العادي الاخر حتى هو كيجي معاه طريفات، يعني على حسب الاختيار. دابا غادي ندير نحرك بعدا هادو شويه، بعدا نضيف القزبر ومعدنوس. خلطو هادشي مزيان، الزيت اللي دايره مقطع فيه الحار يعني فيه شويه ديال الهريسه، اللي ما تيبغيهاش مي يعني الزيتون اختياري، اللي ما بغاش ما يديروش الصبر، هذا الشيء اللي كيبغي شي حاجه يديرها. قزبر ومعدنوس، كتشوفوا هو كلشي تخلطوا لينا، يعني الحشوه ديالنا واجده. دابا غادي ننتقلوا الورقه، نقطعوها على حسب اللي بغيتوا، اما بريوات ولا لينام على حسب الرغبه. دابا ننتقلوا لصوب البريوات، كتشوفوا هنا قطعت الورقه على شكل شرائح، نبدا ندير فيها باش ما ندير شويه ما نديرش بزاف ما تحلش لينا. النهاية ديالها هنايا انا دايره شويه ديال الدقيق مع شويه الماء، اللي بغى يدير صفار البيض يدير صفار البيض، انا هنا كندير غير يعني دقيق مع الماء صافي. وها هي مجموعه، دير واحده اخرى عاوتاني، نحاول نجمعوها من الجناب يعني باش ما نخليوهاش تخرج لينا الحشوه من الجناب. حاول نغطيو نحطو مع الورق صافي، هكذا كما كندير شويه ديال الخليط هنا
وسط. هاي البريوه ديالنا واجده على الشكل. غادي نكملوا الحشوه ديالنا والورقه اللي عندنا، ومن بعد نتلاقاو وتنساليو باش يعني نكملوا المرحله ديال القلي ديالهم، اما نقليوهم ولا ندخلهم الفران. كتشوفوا البريوات اللي حضرنا، اللي حضرنا جميع ديال البطاطا ومعطون والزيتون، ها هما واجدين كيف كتشوفوا، يعني راه المذاق ديالهم رائع. نتمنى انه يعجبكم وتجربوهم، ما تنسونيش ملي لايك وابوني وبارطاج مع احبابكم وصحابكم، ونخليكم في امان الله.